الفرس القيد وقطريني استوار الطوار والحب اللي كان تصي جميلة تسمسا ولا وجهة يا زاري ديني معاك نروح طيارة ولا بابور قولوا للحبيبة اللي غار وباعونا فابور وقصي بين الناس الدور وطنجة الماضور. السلام عليكم. اليوم كنت في المهرجان ديال السويسي. كانت ليلة تاريخية وكانت تفاعل كبير مع الجمهور. كنت فرحان وشفت أن الحفاوة ديال الاستقبال كيفاش وكيفاش أن الناس كتردد الكلمات بكل حب، وأنا كنت حاضر سور سين بكل حب. كنتمنى نبقى عند حسن الظن وكنتمنى دائما يكون كل شيء على خاطره، الجمهور ديالي كامل على أحسن ما يرام. الجديد هو مذنبي اللي صدر مؤخرا وراهو دابا متصدر ترند في المغرب وفي الدول العربية. هذا الحمد لله نجاح ماشي ديالي، ديال جمهوري كامل وديال الناس اللي شاركوا في هذا العمل. هذا ان شاء الله كاين مفاجآت وكاين اعمال مشتركه مع فنانين مغاربه وفنانين عرب وحتى فنانين من الغرب. ان شاء الله هذا العام يكونوا اصدارات كثيره، وان شاء الله غيكون الحر عائد بواحد الطله جديده اللي ما غنبقاش نغيب بزاف وتبقاو تشوفوني باستمرار. أغلبية ديال المهرجان لن تستطيع التعرف على هذا الفنان. إن شاء الله من أجل الساعة المناسبة طبعا أنعلنوا. كاين أعمال اللي أنتم تكونوا عارفين اللي علنا أنها غتصدر، فهي اللي قريبة إن شاء الله. كوم يوم جينا فرحانين بزاف نسمعوا الحر وأغاني ديالو كاملين كيعجبونا، وحنا كنتسناو غير هو باش يجي باش نغنيو معاه. حنا فرحانين بزاف اليوم بمهرجان الرباط، جا عندنا الفنان الحر والجمهور كله فرحان والناس هنايا العيالات وكل شيء فرحان. انا جايه من اسبانيا من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، جيت انا والاخت ديالي حتى هي عايشه معايا برا، وجاو عندنا الضيف اليوم سيدي خاسم، جاو حتى يفرحوا معنا اليوم يتفرجوا في الفنان الحر، والناس كل شيء فرحانه هنايا بمهرجان الرباط. وشكرا على الناس اللي كيساندونا هنايا بهذا المهرجان وفرحونا بزاف مهرجان الرباط، وشكرا لكم بزاف الصحافه المغربيه كنفرحوا بكم بزاف، وشكرا بزاف المحمسات اللي فرحنا بهذا المهرجان الكبير.